اتفاقيات مثلا نستعمل ديما اول اغف رمضان ندعو ربي سبحانه وكنا في قفل سورنا رمضان قيام الصلاه وكاين نخدم ان شاء الله في الخميس وخير ذي الميزان الحسنات يوم القيامة إن شاء الله آمين يا رب العالمين. أستقي إن شاء الله أبن حذر يوف نصفا المؤمنين وربي بالقرآن الكريم قد كذلك ولقال أتفهم الصفة يقيت أتفهم أشت الصفة يقيت مثلا سقي قنا الصفة الشكر أشكر ربي سبحانه ربي مدهدر في إيماني سشد يقال يقال مثلا في القاقونيد في القاون دي جنوان في القاون دياني المكلة دي القاعة في القاعة دياني جولار أمان في قاون دوك أين إيد والزل أين دوك تواجم أثان في قاون تدي القاعة يقرد الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن يتنسن أدي قال ولكن ربي سبحانه وأدي قال ولكن عباد شكرنا را يكمل أي قد ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون يكمل يكمل ربي يعني الأينس يقرد الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ولكن بجد يقرب يصوركم يدفكين الصورة يشفحن مثل يضلع ذكي مثل الألوان مثل ذكي يشفحا كل شفحا مثل يشفحا ربي سبحانه ربي في القن ربي سبحانه يقرد ذكي في الآية ذكرنيد ويتستمر شكرني ويتكفر نرى أي المؤمنين يقرد ذمكين الشاكر والشكور ربي سمي منيس الشكور سمي منيس الشاكر شو منيس الشكور والشاكر نع الشكور تقول صفة صفة ربي شكور نع شاكرا المعنى ينس مثل شوية ربي قدي في كطاس ما إلا قرفض شوية ربي دي قرف روح طاس وما إلا تعصيد ربي سبحانه ربي السيئة اكتحسب السيئة كان مثل مضيوة الحسنة اكتحسب عشر حسنات ولما يثبتنا مش ربي سبحانه امش نكون ياسن تسو امش تسو ربي سبحانه تشكر طرا يلقات نشكر امش نشكر يثمان اتنشكر سير سنة أثنين الحمد لله أكيد النادي سدويني قعدان أكيد نذكر أثن الشكر سولنا أثن حملنا يثمثن وثن تتويرا أثن الشكر سلتوار حنا يثمثن المعنى ينس سيف السن سولن سوشو سوزاليك يثمثن الجوارح في الأعمال وكل خدام ينخدم أنقرف ربي أثنين الشكر ربي سبحانه أكيد وكناني لي من الشاكرين وربي وصد الأنبياء ينس من بينهم سيدنا إبراهيم الخليل قرد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إلا رب سبحانه أدي توصف سيدنا إبراهيم إن دي لتشكر يتسطس يتسجد طاس فزرى ما مشى مزيوش فيه يبسي لي تزرى ما تسطس دقير أنا مثل إثنى ثمتوت السيدة عائشة من المؤمنين نيس يا رسول الله يعني يتسطس استحفوا شوية إنيس يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا غير ذليل إذ وين تشكرنا تصدف ربي سبحانه فوشو الظل ثلاث مثلا الخير في الأعمال يلهان سيلس في دمضار الشر يمذانا وفي ابن نوح ربنا إنه كان عبدا شكورا الذي العزن العز العالي الذي العز إيدي تشكرنا تاس وربي سبحانه يند ما إلى العز عبدي يعني شكري مين شكري يعني عفدي يعني العبادة العبادة وبد الشكر أكني الحوت يقرد ربي واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مين لا سيدة سعفزمي شكرمي مين سعفزمي أقلكم شكرمي يقرد ربي سبحانه بيوت الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ربكم دخلقا يصفركم يدسك عباد مذنون وتسين مالا وصغر مالا ولكن ربي فكي وين تسوشو تسينم أشو تسكى أفكى دل أفكى دمزون يعني أفكى العقل أفكى دينا اكثر الآية لعلكم تشكرون وكنو تفكرا يكلي الأموراتي يدم ذكرك سيدو نسمي لالا نتعلم ونسمي لالا نسين أفقا يثمثن إلا أن ذكر ربي وسنتسوي
ويقدر الأنيان واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وربي يحمل وقلت تشكرن إنك ما يشكر ميد أو ندرنو ما إلا سعب ذمي أو ندرنو العبادين وسيجزي الله الشاكرين. قد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما إلا تشكر ميد أو ندرنو فقى ربي سبحانه ويقرد يوم القيامة سنيني وذي تشكر إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ذو بي أكاقي إدي وصا ربي وكلاث نشكر مثلا نكوني لقى نشكر ربي سبحانه إلا قوسن تتويرا إلا قديمة أهد نذكر ولا ننسى. فشقى ربي ديني اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكاقي مثلا نتجاون لهنا سلويس ذي الخير أرنوفا عادي لحو إن شاء الله الحديث أول أف رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.